مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. قبل انطلاقة المباراة سنستمع للنشيد الوطني للأردن. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. بداية أحداث اللقاء. كرة على الجانب، عرضية داخل ال 18، يمر يلعب كرة بينية وصلت إليه، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. لديهم الفرصة مرة أخرى، الكرة إلى خارج المرمى. يلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. وها هي نهاية الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. الأردن على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرصة للتسديد. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا.
هجمة مرتدة الآن، محاولة من جهة اليسار، يحاول تمريرها من أزديدة. يا إلهي، جول! لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. موي، كرة من جهة اليمين، الكرة تصل إليه. حكم عنده رؤية ممتازة، بطاقة صفراء بسبب التمثيل. قرار صحيح من حكم المباراة للاعب كان يمثل في اللقطة الماضية. يحاول فك والتسديد. يا لها من كرة، عمل كبير. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعب كرة عرضية، يبحث عن المهاجم. إمكانية مرتدة الآن. لمسة يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. وتسلل آخر. كرة طولية من الحارس. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية. يوم للنسيان. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة.